بالنسبه للوقايه ديالو على حسب كل سرطان. بالنسبه للسرطان ديال الرئه كنصحوا الناس لانه فوق 50 سنه ودخل اكثر من 35 سنه انه خصو يعمل واحد السكانير ولا هما اون راديو، راديو ديال الصدر ديالو. بالنسبه للسرطان الثدي على بارتي النساء من بارتير من لاج دو العمر ديال 45 حتى 50 سنه خصو يعملوا لي راديو ديال الثدي ديالو اما كيتسمى بالماموغرافي. بالنسبه للسرطان عنق الرحم كنصحوا النساء بانه بيعملوا لو فروتي ديال الكوليتيرا باش يمكن لهم ديال عنق الرحم باش يمكن لهم يكتشفوا المرض في مرحله مبكره. بالنسبه لسرطان البروستات كنصح الرجال في العمر من 45 سنه الفوق يعملوا باش يعملوا ديك التحليله ديال البي اس ا لانه كتكمل الكشف المبكر على سرطان البروستات. بالنسبه لسرطان القولون دابا كاين واحد الطريقه جديده ابارتيت من لاج ديال 50 عام كاين واحد لو تيست كيدار في لابوغاتوار عباره عن دراسه البراز ديال الانسان كنديروه في لابوراتوار وكيمكن لنا الكشف المبكر على السرطان.